أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. الموضوع اليوم نتكلم عن Unit 1 Lesson 6. الموضوع يتحدث عن What do they look like؟ يعني كيف يبدون؟ موضوعنا الآن يتحدث عن وصف الأشخاص. إذا نريد نوصف أشخاص كيف نوصفهم؟ فإذا look at the pictures، انظر إلى الصور of أحمد and سالي، لأحمد وسالي. What do they look like؟ كيف يبدون؟ كيف هو شكلهم؟ الآن لدينا هنا مجموعة من الأوصاف، يجب علينا أن ننسب كل وصف إلى شخص معين. هنا لدينا he or she، يجب علينا أن نعلم هل هذا الوصف لأحمد أو لسالي، لأحمد أو لسالي. فأولا مثلا نقول he is wearing، هو يرتدي a pink headscarf، وشاح وردي. إذا هل أحمد يرتدي؟ بالتأكيد لا يرتدي وشاح وردي. فإذا عندنا سالي هي التي ترتدي، فماذا نقول؟ نقول she is wearing، هي ترتدي a pink headscarf، ترتدي وشاحا وردي. هاي بما يخص الوصف الأول، وصفنا سالي بأنها ترتدي وشاحا ورديا. إذا أردنا نوصف أحمد بالgray trousers، يعني شنو؟ بنطرون رمادي. إذا ماذا نقول؟ he is wearing، هو يرتدي gray trousers، يعني بنطرونا رماديا. الوصف الثاني بينج بانج، حقيبة وردية. من يرتدي هنا حقيبة وردية؟ هل هو أحمد أو سالي؟ بالتأكيد سالي. فماذا نقول؟ هي ترتدي a pink bag، يعني حقيبة وردية. she has a pink bag، حقيبة وردية، هي ترتدي حقيبة وردية. إذا أحمد ماذا يملك؟ هو يملك a skateboard، يعني لوحة، هذه اللوحة اللي يعني لوحة التزلج. إذن هو يملك لوحة تزلج. هاي بما يخص الوصف الابتدائي لأحمد آت سالي. ننتقل الآن إلى وصف آخر. He has straight black hair، يعني هو يملك شعر أسود سرح. إذن هل الولد يملك شعر سرح أم الكورلي أم مجعد؟ الولد يملك شعر مجعد، الفتاة في أغلب الأحيان تمتلك شعرا سرحا. فإذا شو نقول أو ماذا نقول؟ نقول she has straight black hair، هي تملك شعرا أسودا سرح. he has curly brown hair، هو يمتلك شعرا رماديا أو بني، شعر بني مجعد. هذا الولد أحمد يمتلك شعر بني مجعد، الفتاة تمتلك شعر أسود سرح. he has blue eyes، هو يملك عيون سوداء، أو نستطيع أن نقول she has blue eyes، هي تملك عيون زرقاء. أو he has brown eyes، هو يملك عيون بنية، or she has brown eyes، هي تملك عيون بنية. he is quite tall or short، يعني هو قصير أو طويل، أو نستطيع أن نقول she is quite tall or short، هي قصيرة أو طويلة. الفقرة التي بعدها he is a bit thin، هو نحيف or fat أو fat سمين، أو she is bit thin، هي سمينة or fat، أو fat هي سمينة، fat or thin ضعيفة أو رشيقة. هاي بما يخص وصف أحمد and سالي. ننتقل الآن إلى تمرين بسيط. describe someone، أوصف أحد الأشخاص in the pictures، في الصور. below الصور التالية. for your partner to quiz،
لزميلك لي يعني شلون الحزورة، حذر صديقك أنه أحد هذه الأشخاص لي يعني أن يوصف أحد هذه الأشخاص. مثل عندنا هارد ووركينج، المجتهد. من هو المجتهد هنا؟ رقم واحد اللي هو لازم دفتر وكتابه وقاعد يجتهد. سبورتلي، الرياضيين. من هم الرياضيين؟ هؤلاء رقم اثنين اللي هم شالين الميدالية الذهبية وشالين كاس. ميوزيكلي، ميوزيكلي الموسيقى الموسيقية، فهي رقم أربعة. أرتستيك اللي هي الفنانة رقم ثلاثة، هاي شايل الرسم وقاعدة ترسم. فريندلي العطوفة هي رقم خمسة، الفتاة العطوفة. هاي بما يخص حل هذا التمرين. ننتقل الآن جوز يعني خمن the character الشخصية of three of the people لثلاثة من هؤلاء الناس in the photos في الصور. Use the words، استخدم الكلمات to the right على اليمين to help you لمساعدتك. هو يعني شو يقول لنا؟ يقول لنا هذين الكلمات وصفها لأي صورة من هذه الصور. احنا حليناها هسه اللي هو hard working المجتهد، هذا الفتى اللي قاعد يقرأ. سبورتلي الرياضيين نمبر 2. ميوزيكلي يعني الموسيقار اللي هو رقم 4. وايضا عندنا ارتستيك الفنانه رقم 3. وعندنا فريندلي العطوفه رقم 5. احنا حلينا هذا بالتاكيد. الى هنا اعزائنا الطلبه ينتهي درسنا لهذا اليوم. اتمنى قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب في الفيديو. مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.